تعرف زالو ثانيه خسرت 2 مليون دابوني في شان يوتيوب نتاعها على خاطر السرقه. شنو الحكايه؟ ربيع بن ابراهيم هو تشيب تونسي يوتيوبر يهبط كونتوني على الطبيعه التونسيه في شان يوتيوب نتاعو اللي اسمه ذا دريمر، والاسم هذا هو اللي تعرف به. التلفزه الوطنيه في كل مره تجي تاخذ سيكونس من لي فيديو نتاعو وتحطهم في البرامج نتاعها اللي تعديهم بيان سور في التلفزه، ومن بعد تهبطهم على شان يوتيوب نتاعها. التلفزه الوطنيه في كل مره تمشي تاخذ سيكونس من لي فيديو نتاع ربيع وتتعمد انها تنحي اللوجو نتاعو وتحط اللوجو نتاعها من غير بطبيعه لا يكون فما اشاره لا للاسم ولا للمحتوى نتاع شان يوتيوب نتاعو. من بعد تطورت الحكايه ولاو ياخذوا لي فيديو كاملين نتاع ربيع ويعديهم في البرامج اللي موجودين في التلفزه الوطنيه بطبيعه مع نفس الحكايه هذيا. يوتيوب وجه 4 تحذيرات للتلفزه الوطنيه اللي كانت من غير جدوى: الملكية الفكرية للأشخاص، وإلا حتى للأعمال متاعهم في تونس مالوغوزمون ولات حاجة عادية أنه الناس تسرق الكونتوني متاع بعضها وتزيد من فوق تحط اللوجو متاعها، وقت اللي في العالم وفي دول أخرى المتقدمة بطبيعة القانون يعاقب على الحاجات هذه.